هل صحيح زي ما قلت إن ولاد أحمد مظهر رفعوا قضية حجر عليه؟ آه طبعا، هو قال لي. هو قالك؟ آه، أمال هما هيجوا يقولوا لي يا طنط إحنا رفعنا قضية على بابانا أحمد مظهر؟ ده أنا كنت خلعت شبشبي وضربتهم بيه على دماغهم. طب يا مدام مريم إيه السبب؟ كان عنده 30 فدان، والفدان ساعتها كان عامل 1,000,000 جنيه فكانوا عايزينهم. فأنا كمان كان عندي 10 فدادين كتبتهم لولادي بدل ما يعملوا فيا كده هما كمان. طب تفتكري ليه يا مدام مريم عملوا كده؟ غضبوا عليه وحبسوه وما كانوش بيخلوني أشوفه. ومرة رحت لقيت طليقته بتقولي هو أنت متجوزاه؟ قلت لها هو لو أنا متجوزاه كنت هسيبك تحطيه في البدروم؟ لا، ده أنا كنت هاخده في بيتي وأقعده في البلكون وخليه يتفرج على الأسد في جنينة الحيوانات، ما كنتش هسيبه. وهي دايما كانت قلقانة مني وحاسة إن أنا هتجوزه عشان أخد منه 3 فدادين، وكانت هي وولادها بيعاملوني معاملة وحشة جدا عشان ما روحش أشوفه. أما كل ما روح بقى كان بيقول لي أحمد مظهر أنا عايز ساندويتش شاورما يا مريم، يعني هم هيخسروا إيه لو جابوهولي؟ وسمير صبري كان عايز يعمل معاه حوار، قلت له يا سمير لما تعمل معاه حوار اديله فلوس عشان هو محتاج الفلوس. وفعلا اداله فلوس وفرح بيها جدا لأنه ما كانش وقتها بيشتغل، وخدهم وحطهم في جيبه. قامت طليقته مدت إيديها وخدتهم منه قدام الكاميرا. قمت انا بقى قلت له خلاص يا سمير هات له جبن وحاجات يعني مستلزمات رمضان. راحوا برضو خدوهم منه وما كانش معاه تليفون عشان اطمن عليه ولا على اخباره، وانقطعت اخباره تماما. وكل ما روح يخبوه مني. طبعا المذيعة بتسألها بتقولها طب ليه كده؟ قالت لها هم حرين في ابوهم، انا هعمل ايه؟ ردت المذيعة وقالت لمريم فخر الدين بس كان حقك انك تساعديه. قالت لها وانا ما قصرتش والله، انا ساعدته ومش انا لوحدي، نادية لطفي بعتت له حد يخدمه فرفضه برضه. وده كان لقاء الفنانة مريم فخر الدين في حوار تلفزيوني مع الفنانة صفاء ابو السعود في حديثها عن الفارس احمد مظهر.